اهلا السلام عليكم. اليوم جيتكم فيديو جديد او فيديو انيميشن جديد في القناة. اليوم راح احكي لكم قصتي عن اسوأ وارعب ليلة في حياتي. اليوم يبدأ في يوم عيد ميلادي، هو يضبط كل شيء، جاب الحلوى، جبنا الشموع، وجبنا كل شيء، المفرقعات، القبعات، عيد ميلاد، كل شيء. واتذكر ان امي في ذيك الوقت جابت بالونة على شكل 9، هذا بالونة على شكل 9 هذه، وانا كنت اكثر شيء فرحانة فيه هي تسعة ديك البالونة على شكل 9. المهم احتفلنا، كان يوم احسن يوم في حياتي، وجينا ننام. لما نمت انا صحيت بقوة الفرح، انا صحيت في الفجر، يعني قبل الفجر بنصف ساعة، انا اشوف شيء يناظر فيني، عينه اخضر وقاعد يصورني ويشوف فيني، يعني نظره ما يبعد عني. انا في ذاك اليوم، في ذاك الوقت، في ذاك الليلة خلاص ما بنام. اقول امي ايش فيه، ليش ذاك ينظر فيني؟ امي طنشتني، قالت لي لا تنظر فيه وخلاص نام، خلينا نام. المهم انا ابدا ما طنشت، بديت احاول، انا كنت اموت في السر. طلعنا اختي جابت مي وشعلت الضوء، وشفت البالونه ذيك 9، ضوت على الواي فاي حقنا، في ايوه ضوت على الواي فاي حقنا، الواي فاي حقنا فيه ضوء اخضر، والضوء اخضر زال على البالونه، وبداك اكتشفت مين اللي كان ينظر فيني. ارتحت جدا، كانك ما سويت الواجب، واستاذتي بالدور، وانت واستاذه لغت الدوره خلاص. اتمنى يكون عجبكم هذا المقطع. هذه كانت قصتي، والسلام.